أبو كونو، ما رأيك إلى أي قسم نوديه بعد قسم الضرب بالبولغ؟ أعتلق أن ندخله. أعتلق؟ اسمع، أعتقد افتح يدك. ما تدققش قوي يعني. افتح يدك. هندس العربية الصحيحة. أعتقد أن ندخله قسم الحرق بالنار لمدة نصف ساعة مع بعض من شرائح الطماطم المطمطمة ذات الأطراف الخفاشية المعاصة بالدماء، وبعض من زبرجد البطاطس وأرجل الدجاج المعاق، ثم ندخله إلى أن يحترق، ثم نخرجه فندفنه ونشتري طواجن من البرنس عادي. فكرة جيدة. وأنت يا أبو حورس الفرعوني، ما رأيك؟ أنا رأيي نأخذه قسم الخوزقة ونخلص. صح. وأنت يا أبي علاء؟ ما سمعت يا رفاوة، فلنفجره سريعاً سريعاً. لا، اهدأ، نحن في خيمة واحدة سنموت كلنا. عشان خطري والنبي يا رفاوة، عشان خطري. اهدأ، إنني أحب التمهل والتريس، إنه طار 20 عاماً.